خوتي المغاربه، انا عندي واحد المشكل، مشكل ديال الدار. نادو خواتي تباعوا فوق داري، انا ما في خباريش. ودابا جاتني من المحكمه السيده ديال استغلال 6.5 مليون، وما عنديش، وعندي دري معاق هو هازيني على جيراني، هما اللي معاونيني. انا كنطلب منكم ومن الله، والله ينصر سيدنا لما تشوفوا من حالي. انا عيس والحمد لله، الحمد لله، اللهم لك الحمد. انا غنتشرد، غنخرج ندير قيطون في الزنقه، ما عنديش فين نمشي. عندي الله سبحانه وتعالى وخوتي المغاربه. الله يرحم لكم الوالدين لما تشوفوا من حالي. انا ما عندي حتى واحد خدام عليا وانا هجاله. هادشي اللي كنطلب منكم اخوتي المغاربه، الله يرحم لكم الوالدين وشوفوا من حالي، ومن ديروا على وجه الله وشوفوا من حالي ومن حال هاد الدري. غادا نتشرد غنخرج للزنقه، ما عنديش فين غنمشي، غندير قيطون في الزنقه. وهذا هو اخوتي المغاربه، والله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. مريض ليا خويا راجل شي 18 عام ولا 20 عام، باش مريض ليا بحال هكا. كان صحيح، كان برجلي بكل شيء، مرض ليا بحال هكا. دابا ملي باعوا خواتاتك، باعوا الدار وسحقوا عليك بالافراغ ولا حاكمين عليا حاكمين عليا المحكمه بالاستغلال. ودابا الدار كاينه في المزاد، وحاكم عليا دابا استغلال 6.5 مليون، غنعطيها. باغا يخرجني طويله السيد، وخليت لي الله، الله سبحانه وتعالى. انا ملي غادي يخرجوني يخرجني المخزن، غنبركه في الزنقه، ما عنديش فين غنمشي. لا حنين لا رحيم سوى العالي سبحانه وتعالى. شنو اللي كنطلب منكم اخوتي المغاربه؟ ما عنديش الراجل، عندي حيمه دنيا راسي، ولادي حاطاه من راسي بتصويرتي بكل شيء ليا. بغيت الحيمه دنيا غنجبدها لك غتشوف. شحال من عام وانت ساكنه في الدار؟ ها؟ شحال من عام وانت ساكنه في الدار؟ انا وراه اش غنقول لك؟ راه ولدي والده هنايا اللي كبر من هذا عنده 34 عام. لا عنده. ها؟ تقريبا شي 40 سنة. بحال هكا، أقل من 40 عام وأنا ساكنة هنايا. جت هذا عنده 6 شهور. جتو معايا من البراكة عنده 6 شهور، وزيد في 83 في الزيد. هذا الحق ديال الوالدين. هذا الحق ديال الوالد ديالي، والبيوت اللي داعيني عليهم بين ما أنا مستغلة، راه مسدود. بيت واحد اللي مسدود. راه هو قدامكم صوروه. أنا ساكنة في حقي وما عنديش فين غنمشي. أنا كنطلب من الله والمحسنين يشوفوا من حالي. إلا خرجتني المحكمة ما عنديش فين غنمشي. غندير قيطون قدام الباب، وراه غدور الوقت ويخرجوني ونعيط لكم وتجيو تصوروا بيديكم. أنا كنطلب من الله وجلالة الملك، الله ينصرو وخوتي المغاربة المسلمين يشوفوا من حالي. أنا ليكوش ما كنلقاش باش نشري، عندي ثلاثة في النار. إلا جعت كندق على الجيران، هما اللي كيعطوني ما ناكل، وكنبقى بلا عيد، وكيدوروا لي الجيران يجمعوا لي ويعيدوا لي. هادشي اللي كاين اخوتي المغاربة، رانا نسمع حنس، وكلشي اللي يدوا الماكلة اللي يدوا، نخرج نطلب ونجيبها إلا الساكن. ما عنديش فين غندي الدري وفين غنمشي. وما سخيتش بيه، ما سخيتش بيه، ما سخيتش بيه، ركبتي وما نسخاش بيه. واخا نتلاح في الزنقة ما نسخاش بيه، ما نسخاش بكبتي، نبات أنا وياه في الزنقة. وهادشي اللي كاين اخوتي المغاربة، والله ينصر سيدنا، والله يرحم لكم الوالدين لما شافوا من حالي على وجه الله وجه هذاك الدري. رانا غنتلاح للزنقة والحمد لله وشكرا.